حرب بين نيويورك وتكساس، وقودها المهاجرون الذين اجتازوا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، وبمجرد الوصول تضعهم السلطات بولاية تكساس في حافلات وجهتها نيويورك بقرار من حاكم الولاية. أعتقد أن ما يفعله الحاكم أبوت غير إنساني، ونحن سعداء بوجود عمدة يستقبل طالبي اللجوء بدلا من وضعهم في حافلات لمدة 44 ساعة. لدينا اتصالات مع البيت الأبيض ويريدون المساعدة، لقد أوضحوا لنا ذلك، يريدون تقديم المساعدة التي نحتاجها. العديد من هؤلاء المهاجرين ليست لهم وجهة محددة، وتحاول بعض المنظمات غير الحكومية استقبالهم عند وصولهم وتقديم يد العون لهم. وصل طالب اللجوء إلى هنا وهم متحمسون وقلقون في الوقت نفسه. إنها تجربة جديدة في مدينة كبيرة ليس لديهم فيها معارف، معظمهم لا معين لهم ولا يعرفون إلى أين يذهبون، لذلك نأخذهم إلى ملاجئ خاصة. ويبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تكساس إلى نيويورك يومياً حوالي 100 شخص، والرقم معرض للزيادة في الأيام القادمة. يرى مراقبون أن ولاية تكساس التي تقودها أغلبية جمهورية تحاول استعمال ورقة المهاجرين تحضيراً لانتخابات التجريد النصفي للكونغرس، كما أن الديمقراطيين بدورهم يستعملون ورقة حماية المهاجرين غير الشرعيين لنفس الأهداف. رضا أبو شفرة، سكاي نيوز عربية، نيويورك.